مرحبا بكم في ميلانو. مش لسه المهاجر التونسي جاء طريقة غير شرعية، جاء لإيطاليا باش نشوف كيفاش تعدى حكايته من الأول للآخر. باش يحكي لكم هو. مرحبا بك خويا. السلام عليكم خويا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. أنا خويا حرقت خويا، دخلت على لامبادوزا، خرجت من تونس صفاقس بالتحديد. وصلت تعرضت لأصعب حاجة في حياتي، معناها اللي شفتها اللي هي بقيت عليها 6 سوايع في الماء، معناها ما يعرفش على روحه ويعد ريسكو ويحيى يموت. الحمد لله وصلنا سلمية ولاباس. جيت هزتنا سكادرة طليانية، دخلتنا لامبادوزا، قعدنا في الشندو تاع لامبادوزا. قعدت أنا واحد من الناس زون ما بين 19 و21 يوم، عندها برشا الحكاية، معناها عندها حكاية 10 شهور. وتو الحمد لله خويا قعدت معاهم، تبعت طلبت اللجوء، خاطر علاش عندي الموتيف، علاش عندي سبب تاع اللجوء الصحي. الحمد لله قعدت معاهم وتبعت من مرحله لمرحله، تبعتهم هما ومشيت معاهم انا بالخطوه بالخطوه، ما عملتش يعني حاجه من راسي. الحاجه اللي مقتنع بها مشيت فيها والحمد لله كتبت ريقلت طريقاتي. هزوني حطونا في درماتوري، معناها انا عندي انا صاحبي محطوطي في درماتوري قاعدين. شنو هي درماتوري؟ درماتوري هو كيما المبيت، مبيت فيه معناها فيها فرقه، معناها فيها افريكان، فيها باكستان. والمعامله كيفاش كانت؟ المعامله بالنسبه للمعامله ما ريت منهم كان الخير، كانت معامله من الاول خايبه شويه في اللي كيهزونا من كاتانيا. مشينا هزونا تشنتروكوريلي معناها كانه معتقل، هذا يعرفوه برشا ولاد غربه يعرفوها البلاصه هذه، و معناها اللي عاشوا في ميلانو يعرفوه تشنتروكوريلي. الحمد لله بعد تعرفت على واحد المغرب، حكيت له الوضعيه نتاعي، قال لي اعمل اللجوء. طلبت اللجوء ورست معناها في الاخر، صبرت شويه معاهم، حكيت اعطوني ريتشي بوتا من الاول. بعد من بلا 6 شهور مشيت الكستوره، هزيت مشيت خذيت وريقات 6 شهور، عملوا لي الريزيدنس، عملوا لي كارت ديديتا، عملوا لي كوتيشي فيسكال، تسا سانيتاريا، كل شيء معناها كان. هذا يحكي على بطاقه تعريف، الكود هذيك بتاع الفيسكال معروف. وزاد عطاو برمي سيجور. تو تخدم انت؟ تو بالنسبه للوقت الحالي نخدم في النيرو، في اللكحل تو يخدم في النوار، معناها كيما نقولوا ماهيش خدمه قاره، ماهيش خدمه قاره، لازم يلقى خدمه قاره. وبقدرة تربي واحده واحده، ما دام سهله هذه في المراحل هذه، اصعب مراحل في حياه العبد اللي شوها في الغربه، اصعب مراحل اللي هي هذه الاوراق والفازيت هذه اللي حكيت هذه، كي سهل فيها ربي بقدرة تربي، ربي المخلق ما يضيع بيته، وان شاء الله نلقوا خدمه حلال بالكونترا. ونحاولوا بصراحة برجولي يعني نحاولوا نوصلوا بصورة مزيانة لتونس، خاطر عندنا شوية سمعة، راهي توانسة لهنا عندنا شوية سمعة سبب. وننصح خويا العباد اللي عنده 10 سنين 20 سنة غربة وما عملوش وريقات وما عملوش كذا، كل واحد ظروفه كيفاش صارت هي، كيفاش تمرمت، كيفاش عايش في الخرب، كيفاش معناها الأحداث نتاعو كيفاش صارت عليها. أما نحاول خويا ديما الواحد يحسن من روحه، يحاول يمشي يشوف حاجة ما تنفعه، مش حاجه ما تضره، خاطر باش تعمل تعرف فلوس صرف كذا. من با لهنا تلقى خويا العباد خويا طاروا بليك، من با تلقى روحك في البلاد، تلقى روحك ضيعت سنين غربه، ضيعت فلوسك، ضيعت كل شيء. اخدم خويا وعيش وكون روحك واعطي صوره نظيفه، واعطي حاجه صوره مزيانه، خاطر انا واحد من الناس كي يمشي انا طليان يقول له راني تشيركي دابور، معناها نلوج على خدمه، يقول لي تو دوبي ساي، معناها نقول له نسكن في نعيش في تونس تونسي، يقول لي معناها متاكد من روحك مثلا اللي انت حاشك بخدمه وانت تحب تخدم، خاطر يعرفونا توانسه باللغه الاخرى. وبالله نحب نعرف حاجه، انا نحب الحاجه بركه بالرسمي اللي هي هذه تغير، لان كي نلقاها كلها في ميلانو ولا هنا بصاره، كلها عندها ريستورونات، بيران، عندها بوتيكات، عندها كذا ولا مغاربه ولا اللي هو، وما نلقاش توانسه بالرسمي. وينهم التوانسه؟ معناها شو عملتوا بها؟ وين الفلوس؟ معناها شو عملتوا؟ خدمتوا كذا؟ لميتوا؟ وين؟ فما شيء لهنا قليل، كعبتين وكعب ومفرتين، تو توانسه كل واحد في بر، كل واحد في ثنيه على روحه كيفاش عايش الله يعلم به. وراي برشا عباد راهي تسوفر، برشا عباد من ثنيه من اسباب حاجات تافهه، مثلا خلته باش يخرج على الثنيه نتاعو، يدخل في ثنيات اخرين، يدخل في متاهات اخرين، اللي كان باش يربحوا مثلا كيما نقولوا انا في 10 سنين، يربحوا في 3 سنين في 4 سنين، وبعد يمشي يضيع عليه كل شيء، ويضيع عليه وراخو، يضيع عليه حياته. وبرجو راهي محلاها العيشه لهنا، راهي حريه لهنا، تحس بالراس الانسان، تحس روحك انسان. يعاملوك انا لهنا تو نعملها حتى بتفدليك ندوخ انا لهنا تو الامبيلونس من با 5 دقائق 4 دقائق تلقى الامبيلونس بحداك، تلقى كل شيء. نحاولوا بالرسمي نحسنوا صوره بلادنا، نحسنوا صوره رواحنا كتوانسه، نحاولوا خويا نعطوا نوت مزيان
خاطر انا منعوا تيم بالصباع ولا يعني. استنصح الجين اللي يجي لهنا حارق، شنو هي اول حاجه يلزمو يعملها قبل ما ياخذ هنا الجين اللي حارق؟ اول حاجه اخوي باش يعملها ريت، اول حاجه هو شنو هي السبب اللي خليه باش يخرج للغرب؟ هو يخمم في روحه، مش راني حرقت وهني سيء. من بعد اي هكا حرقت، هكا جيت شفت الغرب، شفت الروح، شفت كل شيء. من بعد صبور عليك كيفاش بتعيش، كيفاش بتتعدى مراحل حياتك. انا اول حاجه انصحها يتبع اخوي، كان عنده سبب، كان عنده مثلا حاجه كما نقولوا فيها موتيف مثلا باش يعاونوا في اوراقه وكذا، يطلب اللجوء على روحه، يتبعهم بالمرحله بالمرحله بقدره ربي. ما دام عطاها حاجه مقتنعه وحاجه صحيحه، مش جايب حاجه من معناها ما فماش منها ولا موضوع هكاك، خاطر هما لهنا كما قلت لك معناها قبيله كما حكيت معاك راهم طالبين معناها قارين علم النفس. معناها ريتو حتى بوليسي كي يحكي معاك راه يحكي معاك التربيه على الاخر، ويحكي معاك يشوف انت تصرفاتك، ما يخزرش هو حتى حاجه، يشوف اول حاجه تصرفاتك انت كيفاش معناها تجاوبه، كيفاش تحكي معاه، كيفاش انت اسك ترونكي معناها، كيفاش انت معناها غليز ولا لا، معناها يدرسوك في كل خطوه في كل الناس حاجه. الناس الكل تاخذ اوراقها؟ والله شو نقول لك، مش الناس الكل تاخذ اوراق، خاطر فما اللي بشاتي موتيف ما يقنعش، ما يسحقش معناها اللجوء، ولا ما يسحقش خاطر فما اللجوء الانساني، فما اللجوء السياسي. نحن السياسي معنا ما دخلنا فيه، ما عندناش حتى حاجه سياسي، نحن خلينا الحكومه بتاعنا والكل اللي تخدم خويا اللي خدموا كذبوا علينا كلاونا. وانا فرحت بحاجه بركه للمجلس التاسيسي هذاك تسكر ويبقى ان شاء الله ديما مسكر، خاطر ما نعرفش قداش 200 و300 نايب كلها تضرب في شهريات من 4 ملايين 5 ملايين وكراها ليسونس وحاجات يخدموا بها الشباب. انا واعي من الناس كانت مثلا حقي مثلا في بلادي، علاش لا خويا ما نعيش وما نروحش وما نخدمش في بلادي، نخدم في بلاد، اما نخدم انا يعني نخدم في في, في البلاد نقولوا صب لي عليها صب سناسيس ولا كونترا، ما عندناش لغه كونترا في البلاد. شكون يخدم؟ كان وظيفه عموميه، ما شكون معناها تقاب كونترا يخدم ويصبوا عليه وكذا، ما فماش، كلها تخدم تحت عيد، نشوف كلها تخدم تحت عيد، اللي صب على روحه صب نهار اخر للبلاد، اللي ما صبش على روحه قاعد لنا كيف، ما عندناش لغه هذه كونترا ولغه القانون ولغه القانون، ماهيش بطبع. ان شاء الله نعصر وان شاء الله نشوفها بخير ان شاء الله. السلام، مرحبا بكم بلا قناع في مدينة ميلانو، هنا شوارع نتاع ميلانو، هذه عيشة ميلانو، هذه سنتر فيل، هاي الفراري، هاي الفراري. السيارات الفخمة، هذا الشيء. البيت ماسك قريش، ما عندكش بسكليت، تمشي على روحك. وريهم الفراري متسلفة هذيك، خليتها هذيك بركي جاتنا. هذه شوارع ميلانو خويا. مش شوارع تاع ميلانو. هما الوجه اللي تبات فيهم بميتين اورو وبالف اورو، وفما الوجه اللي تبات فيهم بخمسين وباربعين وبثلاثين اورو. فما الماكله الغاليه، وفما زاد الكباب بدينار و500، ان اورو 50، يعني حتى الجيعان ياكل بدينار هنا، ان اورو ياكل. هاي ان اورو ياكل. هذه شوارع ميلانو. هنا يعطوا الفنانين، يعطوا الناس كلها، البلاصه هذه تلم الناس كلها. ميلانو البلاصه هذه تلم الناس الكل، الباهي والخايب، واللي لاباس عليه والفقير.
صار هنا نجمو هنا نشوفو عرق اخر يعني الناس تبات في الشارع في الجرده هذيا سواء عرب سواء ديزافريكان الناس كل تبات في الشارع هنا اللي ما عندهاش مين تبات عرق الناس هنا زاد هنا زاد جسد الغبرة هذيك عمق كلهم هذا كل اللي يبيع في السطال اللي يبيع في الغابر كل شيء كل شيء على عينيهم هنا كلها كاميرات بس هذه هي مدينة ميلانو وهذه شوارعها نظيفة تعلم كنت بشفاني تكلم